الأنانية. أنانية عنوان يمكن كلمة واحدة، لكن بيحوي تحتيه معاني كثيرة جدا جدا جدا. عندك استعداد إنك تترك من أجل الآخر؟ عندك استعداد إنك تضحي، ولا بتضحي بالفائض اللي عندك؟ النهاردة هنتكلم عن الأنانية ورواية الأديب العالمي نجيب محفوظ أولاد حارتنا في برنامجنا الله في الأدب العربي. عزيزي المشاهد، أهلا بيك في حلقة جديدة وأولاد حارتنا وكاتبنا العالمي نجيب محفوظ. برحب بيك يا دكتور. أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا دكتور. دكتور ماهر، إحنا النهاردة مازلنا مع نجيب محفوظ وبصدد موقف أحب الأول أشرحه للسادة المشاهدين. تفضل. قبل ما نقرأ النص عشان يبقى فيه تواصل ما بيننا وبين المشاهدين، لأن في بعض المشاهدين أكيد ما قروش القصة أو اللي أراها أراها من زمان. الموقف النهاردة هو موقف جبل. ده موجود في الفصل كام؟ ده موجود في فصل، انا عندي في صفحه 147 يا اخي ماهر. 31. 31. اوكي. جبل كان من الحاره نفسها. اه. لكن كانت ليه ظروف خاصه معينه. زوجة ناظر الوقف اللي مسمينه نجيب محفوظ في القصه هنا الافندي، لعدم انجابها اطفال، استحسنته لجماله وبدات تتولى برعايته من صغره. دنيته يعني. بالظبط. ونشأ في بيت الناظر. ودي كانت حاجة فرقة كبيرة جدا، لأنه كان في فرق كبير جدا ما بين جوه بيت الناظر وبره الحارة. فنشأ جبل في نعيم ما بعده نعيم. لكن جت لحظة، كانت لحظة حاسمة جدا في حياة جبل. لحظة ما بدأ يشوف إخواته في الحارة بره عايشين في ذل ومهانة. وبدأ جواه شعوره بالانتماء للحارة يظهر، عايز يطلع يساعد إخواته. فقرر في لحظة أنه ينضم لإخواته ويترك كل النعيم الموجود. أنا هقرأ جزء. فقال جبل بحزن وهو يشعر بأنه في النزع الأخير من حياته الراهنة، بيكلم هدى. هدى هانم. ما أنا إلا ربيب نعمتك، فلا يمكن أن أكون عليك، ولكن من العار أن أترك أهلي يبادون وأنا أنعم بظلك. كلام كبير يا أخي. في جزء تاني لفت نظرك يا أخي ماهر، تشاركنا بيه في الموقف ده. يعني في الصفحة اللي بعديها على طول، لما ابتدى يفكر يطلع للحارة وهي عارفة الحارة فيها إيه، القذورات والتراب والفقر والمرض والجوع والعري والشراسة والعنف، فبتسأله وبتقول من يصدق هذا يا رب السماوات وكيف تعيش يا بنية. فعبر جبل عتبة الباب مرسلا بصره إلى الحارة المكتظة بالناس والحيوان والقذورات، وهو يقول، هي بتقول له كيف تعيش، ألا كما يعيش أهل حارة، يعني عايز أعيش زي ما أهلي بيعيشوا.
يترك النعيم وعايز يعيش زي أهله. بس شوف بقى روعة الأستاذ بقى، روعة الأديب اللي بيرصد المشاعر الإنسانية بدقة. جميل الرجل ده، يعني بيرصد المشاعر بتاعته لما خد القرار وهو جوه، مش مدرك أبعاد اللي هيشوفه بره. هنا كانت المسألة مسألة فكرية بحتة، مسألة ولاء وانتماء واقتناع، بس لسه ما جاش الواقع، لسه ما حطش رجله في الحارة. لكن هو جوه بيقول لها ما اقدرش ابدا ارى اهلي يبادون وانا هنا انعم بظلك. ده فكر واقتناع ورقي، وقرر القرار بتاعه. قرار صعب يا خمير. طبعا قرار صعب. قرار صعب. لكن شوف الاستاذ وهو بيرصد مشاعره بعد ما خد القرار، يقول وامتدت امام عينيه الحاره باتربتها ودوابها وقططها وغلمانها وجحورها، ادرك مدى الانقلاب الذي جرى على حياته، ما ينتظره من متاعب وما خسره من نعيم. ابتدى يدرك. أخ ماهر، هنا أستاذ نجيب محفوظ عايز يقول لنا أنه جبل تجرد من كل مشاعر الأنانية في هذا الموقف. بس قبل ما نوصل في المشاعر بتاعته، أكيد حضرتك عارف هو هنا متأثر بإيه. يعني بموسى. مش ممكن، يعني مش بموسى. ممكن. الجمال بتاع رصد الموقف اللي حصل في الكتاب المقدس، وهو هنا بيرصده بخلقه هو الخاص لشخوص الرواية بتاعته وللأحاديث بتاعته، لكن واضح العلاقة. فموسى كان ابنة فرعون، وبرضه هو هنا مطلع ناظر الوقف راجل قاسي جدا، والكتاب يتكلم عن فرعون أنه رجل قاسي. وهدى هانم اللي هي مرات ناظر الوقف بتشير إلى ابنة فرعون الأميرة اللي تبنت موسى. وبعد ما موسى كبر وعاش ينعم 40 سنة في قصر فرعون وكان له كل خزائن أرض مصر، قرر أن يترك القصر ويخرج إلى الحارة لينظر في أثقال إخوته اللي كانوا بيشتغلوا في معاجن الطين. فواضح هنا التأثر الجميل. وأنا بس حبيت أشير إلى التأثر لأنه قصة تجرد إنسان من الأنانية اللي حضرتك بتسأل عنها لا نجدها إلا في الكتاب المقدس، القصص الحقيقية. يعني إذا وصلنا للقصص الأدبية، فالقصص الأدبية هي صدى صوت لوقائع حقيقية حدثت رصدها الكتاب المقدس. فأين نجد قصة تجرد من الأنانية؟ يعني في الآخر أعتقد أن أي ناقد أو أي أديب هقول له ولاد حارتنا حقيقة ولا رمز؟ يقول لي رمز. لكن أنا أمسك سفر الخروج وأمسك قصة موسى وأقول حقيقة ولا رمز؟ حقيقة، حصل. هل تجرد جبل من الأنانية؟ نعم، بس دي قصة رمز، لكن هناك تجرد موسى من الأنانية ودي كانت حقيقة. كتاب يقول عنه أبى أن يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية. تجرد من الأنانية. لو ربنا يدينا في كل بلد واحد متجرد من الأنانية كان شكل الكرة الأرضية يتغير. أضحي يعني أبذل طاقتي في إسعاد الآخرين، أعمل حاجة هتضرني بس يعني هتنفع اللي قدامي. الواحد يشتغل ويعمل ويكون قلبه صافي والتضحية هتبان ساعتها. مش شرطي ان اضحي حاجة غالية عندي قوي علشان حد تاني. عكس التضحية اللي هي الأنانية، والواحد بيحب نفسه وحب الذات. تضحي بحاجة انت بتحبيها علشان حد، بذل أو, او 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 العطاء. لو انت ضحيت بحاجة قليلة قوي ربنا هيديها لك أضعاف أضعاف اللي أنت عملتها. قرار صعب. صحيح. إن أنا أبقى في نعيم وأبقى شايف المستقبل المظلم اللي مستنيني، ورغم كده أنا باخد القرار إن أنا أروح المستقبل التاني لمجرد إن أنا عندي استعداد إن أنا أضحي. أي. المشاعر الإنسانية بتبقى بتحسبها إزاي؟ الحسبة بتيجي إزاي؟
ان انا بضحي لاجل الاخر. يعني انا لما ابص للتضحيات اللي هضحيها ولما ابص للمستقبل المظلم اللي هشوفه، يعني مثلا خلينا لما نتكلم عن ليليان تراشر مثلا. ليليان تراشر فتاة أمريكية جميلة جدا، قررت وهي تعيش في ولاية بنسلفانيا، ولاية بنسلفانيا على فكرة من أجمل الولايات في أمريكا، وهي تعيش في هذه الولاية تنعم بجمال الطبيعة، تنعم بأسرة جميلة، مخطوبة وتفكر في الزواج، وفجأة تقرر أن تترك بلدها وتركب القطار حتى نيويورك وتستقل من هناك سفينة تعبر بها الأطلنطي علشان تنزل في لندن وبعدين تسافر تاني لغاية فرنسا وتركب سفينة تعبر بها البحر المتوسط وتوصل لشواطئ الإسكندرية علشان تركب قطار وتذهب إلى أعماق الصعيد في مدينة أسيوط وتروح في مدينة أسيوط وتعيش على أطراف المدينة لكيما تربي الأيتام. اللي يستعرض هذا الواقع يقول جنون، جنون، إيه اللي يخليها تعمل كده؟ فالواقع ينفر لا يكذب، لكن أقدر أقول كانت هناك قوة داخلية جديدة تدفع. يبقى مش في قوة خارجية تكذب، لكن في قوة داخلية تدفع، تدفع إلى رفض النعيم والعيشة في الحارة، رفض الراحة وقبول التعب والتضحية. هذه القوة الداخلية التي تدفع تعطي صاحبها مكافأة، يعني بتخليه يشعر بلذة معينة، بتخليه بيشعر بفرحة وكينونة وقيمة، كينونة جديدة وقيمة للحياة لما بيبذل نفسه ويضحي من أجل الآخر. هنا بقى لازم أقف في نقطة، يعني أوضح لأحباء المشاهدين أنه ده ضد الطبيعة البشرية. إلى أي مدى التضحية؟ حسب الشخصية طبعاً، ليها حدود. أحسب نفسي وكرامتي لا، بوقتي أضحي مثلاً بفلوس، راح برضو هيضحي بس مش لدرجة إن هو مثلاً يتسجن مثلاً مكان واحد. التضحية في حاجات معينة والأشخاص معينين أو في حاجة يعني في مواقف معينة في الحياة، لكن في حاجات مثلاً معينة مش هنفع أضحي. هل التضحية من وجهة نظرك بتحتاج قوة داخلية ولا خارجية؟ لا، ده أعتقد إنها من الحاجات اللي الإنسان بيبقى مولود بيها، لازم يبقى من في طاقة من جوه. طبعا الظروف، طبعا يعني الظروف المحيطة لازم بتساعد. هل التضحية ضد فكرة الإنسان أو ضد المبدأ الإنساني؟ لا ما أعتقدش، هو بس بيفضل حاططها كفكرة في دماغه، أنا ضحيت وضحيت وما لقيتش مقابل. هي ضد المبدأ الإنساني بس مش ضد المبدأ الإلهي. يعني ده ضد تفكيرنا الطبيعي، المفروض ان انا يعني بعيش عيشه كويسه جدا، بحوش فلوس كويسه قوي، اذا كنت بدي من الفائض اللي عندي، اذا كنت بضحي من فائض وقتي، اذا كنت بحن على حد بس ده لما يبقى عندي وقت فاضي، اذا كان في واحد تعبان ازوره لما يبقى عندي وقت فاضي. التضحيه مبداها مختلف ومقاييسها مختلفه عند البشر، لكن التضحيه بكل شيء بعض الناس بيعتبروه سوري في التعبير عته. ايوه يعني ده جنون بالظبط. يعني ازاي انا اوصل لهذا الامر؟ كثير من التضحيات يا دكتور هاني بتكون من اجل الذات، يعني انا بدي عايز ريورد ليا، عايز اشوف امتنان الاخر، وامتنان الاخر يقدم لي وجبه شهيه لاطعام الوحش الرابط في اعماقي والذي اسمه الانا. في داخل كل من هذا الوحش الانا الذي يشتهي علاقات مع الآخرين لإشباع نفسه، نجاح، سلطان، سيطرة. وفي طريق الوصول إلى هذه الأشياء لا مانع من بعض التضحيات، صدقات وأعمال بر وإلى آخر، ومن الفائض للوصول إلى هذه الحالة من الإشباع اللي إحنا بنتكلم عنه حاجة تانية خالص. إحنا بنتكلم عن كيان جديد يخلق في داخل الإنسان يختلف عن الكيان القديم. شوف أنا كنت بكتب حاجة قريب، فبدأت المقالة بالعنوان التالي اللي ربما يصلح يجيب عن هذا السؤال. قلت كل من عرف المسيح بعمق
يعرف فيه شخصا رفع شعارا لا أنا بل الآخر. وكل من عرف نفسه بحق عرف شخصا رفع شعارا لا الآخر بل أنا. دي الخلاصة. آية معكوسة تماما. بالضبط. جوهر الكيان البشري من لحظة السقوط أصبح الإنسان يدور حول نفسه ويعيش من أجل الأنا وليس الآخر. وده السقوط اللي كنا بنتكلم عنه في حلقة قبل كده. امسح بعينك نظرة كده للبشر من حولك، ابتداء من الطفل الصغير وإلى الشيخ الكبير، يختلفوا عن بعض في العقيدة، في الدين، في العمر، في الثقافة، في كل شيء، لكن هتلاقي، صدقني صدقني، الكل بيتفق في شيء واحد، أنه يدور حول نفسه، يعيش من أجل الأنا. خليني أحكي لك حكاية صغيرة قوي دايما بذكرها. في يوم من الأيام كنت برقب ولادي الصغيرين وهم بيلعبوا، كان واحد فيهم عمره سنتين ونص والتاني يمكن 5 سنين أو 6 سنين، 6 سنين، ولقيتهم بيلعبوا بعربيات صغيرة، كانت كل العربيات صغيرة ما عدا واحدة كبيرة كده وبتلمع وشكلها جميل، وأنا قاعد مستمتع، عمالين يعملوا حوادث ويعملوا يعني مصادمات. وبعدين لقيت الكبير بيقول للصغير: حبيبي أنت لعبت بالعربية الكبيرة كتير، ادهاني وألعب أنا بيها شوية وألعب أنت بالباقيين الصغيرين. فقال له: لا، بكل حسم. فقال له: يا حبيبي، الرب يسوع علمنا في الكتاب المقدس أن إحنا لازم نتشارك في كل شيء. بكل ثقة الصغير رد عليه وقال له: يا حبيبي، الرب يسوع قال في الكتاب المقدس أنت تاخد الوحشة ونأخذ الحلو. هل تتخيل طفل عمره سنتين ونص يجيب هذه الإجابة؟ أنا الحقيقة صدمت، فاستوضحت منه تاني: أنت قلت، لا، تصور لي أن أنا سمعت غلط. تخيلت أنك سمعت غلط. قال لي: آه. رد غريب. ابتدى يأكد لي أن الكتاب المقدس قال كده، قال أنه أنا أخذ الحلوة وهو يأخذ الوحشة. سرحت قد إيه، قد إيه سذاجة وحماقة من يرفضون أن الإنسان ولد بالخطية، أن الإنسان معجون بالأنانية. أعتقد أنك ما تشكش أن إحنا ما علمناش الولد كده يعني. ها؟ طبعاً. يعني بنعلم الولد الحب، بنعلمه المشاركة، بنعلمه التضحية، لكن هذه الطبيعة البشرية بس في غشمها، في غشمها بدون التعديلات. قبل أن يتعلم الولد لبس القناع وأن يظهر غير ما يبطن، خرج منه الغشم بتاعه أن أنا أخذ الحلوة وإنت تأخذ الوحشة وربنا عايز كده. لما بنكبر بنعيش بنفس المبدأ، بس بنتعلم أن إحنا نغطي ونداري. اللي ضحوا بقى يا دكتور هاني حصلوا على كيان جديد يختلف عن هذا الكيان. هل الكيان اتولد جواهم قبل ما يضحوا، ولا لما ضحت ولد كيان؟ لا جديد؟ طبعا. أيهما أسبق؟ لا، الكيان الجديد. زي ما الكيان القديم كان يدفعني دفعا للبحث عن الذات وتوكيدها وإشباعها، الكيان الجديد يدفعني دفعا للتضحية بالذات وإنفاقها من أجل الآخر. وإيه المقصود بالكيان الجديد يا خمير؟ كان الجديد ده بقى خلق جديد، خلق جديد. شوف حضرتك، جلال الدين الرومي شاعر جميل قوي وراجل مفكر وحلو. الراجل ده عاش يفكر ويحلل ومثقف، وكان ماشي في وضع وسط ما بين الصوفية المتطرفة والعقلانية، لأنه برضو يعني أياميها كان في الاتجاه العقلاني في الثقافة العربية وكان في الاتجاه الصوفي، هو مشي وسط بين الاثنين. لكن كان في حاجة ناقصاه. اتقابل مع واحد اسمه شمس الدين الترمذي وكلمه بفكر جديد خالص. أنا بس عايز أخد العبارة: حياته بعديها تغيرت 180 درجة، لدرجة أنه كف عن إعطاء المحاضرات وكف عن الإفتاء وكف عن الجمع اللي كان بيجمعه، كانوا معتبرينه ولي وبيتعلموا على أديه، وانعزل مع هذا الرجل يتعلم منه عن محبة الله. هو سمى ده وقال: قبل أن أولد ولادة ثانية، قبل أن أولد من جديد. هذا الكيان الجديد اللي رصده نجيب محفوظ وفي صورة رمزية أن واحد بيضحي، لكنه كان حقيقة في موسى الذي ضحى، وحقيقة في ليليان تراشر التي ضحت، وفي معظم الذين فعلوا الخير من أجل الآخر. هذا الكيان الجديد يخلقه الله في الإنسان، وهذه هي خلاصة المسيحية. المسيحية جاية بتقول
يا جماعة، الكيان القديم في الإنسان فسد، لا يصلح معه تهذيب، لا يصلح معه طقس، لا يصلح معه أداء فريضة، وحتى اللي بيقدمه لله من عبادات مرفوض. مرفوض. ماهر، وحضرتك بتتكلم جه في ذهني إن إحنا ياما بنشوف ناس محتاجة حوالينا، وبيبقى الموضوع بيكلفنا جزء من التضحية الصغيرة جدا، لكن بنمنع نفسنا عن الناس دي. ده تسميه إيه؟ أنانية برضو ولا سوبر أنانية دي يعني؟ الوحش الرابط في أعماقنا الذي يمد أذرعه الأخطبوطية ليلتهم كل شيء ويضم إلى نفسه. نحن نعيش في عالم الصراع من أجل الوحش اللي اسمه الأنا. تعرف المسيح بيعمل معجزة يا هاني في النفوس، دي أعظم معجزة. حلاوة المسيح وروعة المسيح إنه لم يأتي إلى البشرية ليضيف طقوس جديدة وتعاليم ووصايا. هو الناس نقصها وصايا ونقصها شرائع. ما موسى جاب شرائع والدنيا مليانة شرائع، بس فين القلب اللي ينفذ الشرائع؟ فين الكيان اللي يطيع الشرائع؟ مع عمال ربنا بشرائع ألاف السنين يقول تحب قريبك كنفسك، تحب قريبك كنفسك، تحب. مين بيحب؟ جاء المسيح ليخلق في الإنسان هذا الكيان الجديد. أنا أقول لك آيتين بس، شوف يقول في كورنثوس الثانية 5: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. New creature يعني مخلوق جديد. ويقول بولس الرسول اللي اختبر هذا الاختبار، يقول مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا. يعني الأنا عند بولس مكتوب عليها انتهت. مع المسيح صلبت، وحلو قوي يقول مع المسيح، لأنه بصراحة المصدر الجديد لهذا الكيان الجديد هو المسيح، ليس بتعليمه لكن بحبه العملي عندما مات على الصليب. المسيح أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وعندما وجد بين الناس أحب الناس ومات من أجل الآخر. وعلشان كده أنا عايز أقول، وأعتقد أنك توافقني، ابحث عن العمل التطوعي في منطقتنا العربية. فين العمل التطوعي؟ مكروه ومرفوض، ولو رحت تتطوع عشان تعمل حاجة يبصوا لك بصة شك وريبة ويقول أنت ناوي على حاجة، أنت عميل أمريكاني. بالظبط. أنت إيه بالظبط؟ فيش حاجة اسمه أنك تتطوع. تتطوع يعني إيه؟ قول لي مصلحتك. فكر إيه؟ غريب على البشر. فكر غريب. فكر غريب. وعشان كده ضد طبيعتنا وضد إمكانياتنا. ولما بيجي ناس من برة علشان يعملوا الخير مع المرضى يقول لك دول مبشرين، دول يعني استعماريين. يا جماعة، في حاجة اسمها حب الآخر. غرسوا فينا المسيح لأنه مات من أجل الآخر. المسيح عاش ومات من أجل الآخر وعلمنا حب الآخر. وحيث توجد التضحية من أجل الآخر، ابحث عن المسيح. دكتور ماهر، أنا بشكرك بجد لأنه فكر جميل جدا، ربي ساعدنا نعيش به كلنا في حياتنا. لأنه فكر هو ده الله اللي بيطلبه مننا. صحيح جدا. عزيزي المشاهد، في نهاية حلقتنا الكلام موجه ليك، الكلام موجه أنك محتاج لكيان جديد. إذا كنت شايف أنك أنت بتقدم حاجات من فضلات فلوسك أو من بواقي وقتك أو من مجهوداتك الصغيرة جدا، خلي بالك حاجة مهمة جدا، أن دي كلها الله مش بيرضى عليها. الله محتاج الأول جواك كيان جديد، وبعد كده كل الثمار اللي جاية هي دي اللي بيرضى عنها الله. حط في ذهنك أنه طول ما أنت بتلف في دايرة الأنا والذات أنت بعيد عن الله. حط في ذهنك أن الله عايزك تكون للآخر وتبذل نفسك عن الآخر، لأنه هو كان مثلنا الحي أنه بذل نفسه لأجلنا. أشوفك في حلقة تانية مع برنامجنا الله في الأدب العربي. الله فأذهل المحدودة، رسم لصورة في خيالنا، فينا اللي يشوف المتعالي وكأنه بعيد خالص عنا. والبعض بيشتكي من ظلمه وازاي بيسيبنا في أحزاننا، وكأنه عايش في سماء مش عايز حتى يسمعنا.